هل الإمام أحمد أجاز فك السحر بالسحر؟ لا أعلم هذا، لا أعلم هذا عنه، ولو قدر أنه قال بهذا فهو يخطئ ويصيب، ولا يجوز فك السحر بسحر، لأن السحر كفر تعلمه وتعليمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام، والسحر أعظم الحرام لأنه كفر. وابن مسعود يقول إن الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم، فلو قدر أن الإمام أحمد رحمه الله قال بهذا فهذا غلط. نعم.